أخبار اليوم. أستاذ محمد شوانة ابن أخو الراحل العنبلي عبد الحليم حافظ، برحب بك في برنامج أخبار اليوم. أهلا بيك فندم، نتشرف بيك وتشرفتونا. في البداية حضرتك تكلمنا عن ذكرى اليوم دوت وإزاي بيستعدوا كعيلة ليه. والله إحنا يعني دوبك إحنا يعني من الصبح زي ما حضرتك شايفه كده بنيجي للمقابر وكده بنلتقي كل احباب العندليب والجايين كافه محافظات مصر والعالم العربي وبعض الدول اوروبا، وبنستقبلهم ونرحب بيهم ونقول لهم حبكم ده على دماغنا من فوق وربنا يزيد ويبارك فيه وخليكم لينا، لان كل بمر عبد الحليم ده هو اللي يعني معوضنا شويه عن طبعا رحيل وفقدان عبد الحليم، وبنقول لهم هم كمان يعيشوا ويفتكروا وربنا سبحانه وتعالى ادى، هو يعني احنا في ذكرى 39 فادى عبد الحليم تقريبا عمر تاني على عمره والناس كلها بتحبه، ودي ظاهره مش موجوده في العالم كله، فدي بنحب ربنا سبحانه وتعالى في عبد الحليم نحسبه كذلك وانا ازكيه على الله، وان شاء الله كده يديم علينا محبه الناس. وبعدين الشقه مفتوحه بعد كده، حجزنا فتح الشقه من الساعه 5 لحد بالليل كده، واللي عايز يجي يتفرج عليها ويصور ويشوف الحاجات كلها يعني، ويكتب كلمه في السجل بيشرفنا وبينورنا زي كل سنه يعني. السنه دي عاملين احنا فكره جديده اسمها نادي العندليب الدولي، دي مؤسسه كبيره وكيان، هو احنا اشخاص، احنا في الاسره اشخاص، لو حصل لنا اي حاجه فممكن الحاجات تتاثر، الاحتفالات تتاثر وكده، ف دي هتعمل له بقى المتحف، تعمل له الاكاديميه اللي باسمه، وتعمل له عده مشاريع خيريه وكده اهوت، فان شاء الله يعني يبقى بدايتها من اول ذكرى عيد ميلاده الجاي ان شاء الله، وتشوف اول فعاليه باذن الله في الذكرى اللي جايه باذن الله ان شاء الله. محمد حضرتك تكلمنا عن ذكرياتك مع العندليب عبد الحليم حافظ. والله انا كنت الولد الوحيد بقى، وكان بيدلعني عم حليم وكده وكده، وانا بحبه، كان حب كبير جدا يعني، غير حب الفنان حب الانسان عبد الحليم، الانسان قد الفنان كتير قوي كتير يعني، كان راجل حساس ورقيق وعطوف، اب لينا كلنا والله، حد من ابهاتنا معانا، واب لاخواته واب للناس كلها يعني، بيحس بالبني ادم من عينه كده، وذكريات ناس بتحكي لنا عليها حتى من احنا ما نكونش عارفينهم بيحكوا لنا ذكريات جميله جدا 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 يعني عن عبد الحليم كده. وكسرت العود وعمل لي عود بقى، ما زعلش، راح قال للعواد قال له انا عايزك تعمل عود صغير لمحمد كده العب بيه، كنت اغني كده من وراه حاجات كده يعني، وهو يقول كان نفسه يعلمني بالخارج ويقول نفسي عايش لك يعني، بس الحمد لله كل شيء كويس ربنا عمله، وربنا اكيد عبد الحليم ان شاء الله يكون في حته احسن من هنا بكتير، جزاء صبره على مرضه وجزاء موته غريب وجزاء موته مبطون يعني، وجزاء حب الناس ده كله ليه، ربنا بيحبه وبيحبب في خلقه، والحمد لله رب العالمين، دي اكبر نعمه علينا وبنحمد ربنا عليها ونشكرها وشاكرين تفضلكم علينا وتكرمكم وتشرفكم لينا. في حاجات كده في الكواليس اكيد بما ان حضرتك كنت قريب منه محدش يعرفها عن عبد الحليم، ايه ممكن يكون عاده او طريقه او حاجه معينه ليه حضرتك ممكن تقولها للجمهور ما كانش يعرف عنه قبل كده؟ والله عبد الحليم اللي ما عرفوش عنه بنقوله انه كان راجل متدين جدا يعني، وكان بيحب ربنا وبيحب سيدنا النبي وبيحب سيدنا الحسين، وكان لما بيتخنق ويتعب كان بيروح على سيدنا الحسين بالليل كده لابس نظاره كبيره والكاسكته واخد احد الصحفيين من اصدقائه، ويفضل قاعد بعد صلاه العشاء كده يقفلوا عليه لحد الصبح كده يقعد يقرا قران ويصلي ويعني ويدعي ربنا سبحانه وتعالى، ويعني كان جانب جميل وجانب كتير قوي، جوانب خفيه جدا بس جوانب انسانيه ما احبش احكي فيها يعني، كل الناس حتى بتيجي تحكي لنا عن جوانب عبد الحليم الانسانيه اللي عملها علينا واحنا ما نعرفش عنها حاجه، فهو كان راجل طيب وانسان وربنا يرحمه يا رب ويسكنه في جناته. استاذ محمد يعني كده لما اتكلمنا عن حياته الدينيه ديت، حضرتك من سنتين تقريبا تردد ان لما تم نقل جثمان عبد الحليم من مدفن لمدفن اخر وجدوا ان حاله الجثه بنفس الحاله اللي دفنت عليها، هل حضرتك اتاكدتوا من الخبر ده ولا لا؟ ما احنا اللي عملنا كده، احنا كنا يعني اكيد كان كل شيء تحت عينينا، طبعا ما شفتش عمي اللي شفته وانا عندي 4 سنين ونص، رجعت شفته تاني ربنا كرمني والله. والله شفت شعره وشفت جفونه وشفت مناخيره وشفت بقه وشفت ودانه وكده، وباقي الكفن عليه بقى وكده
يعني بس انا بقولها يعني دي لقطه ربنا سبحانه وتعالى اراد ان احنا نشوفها يعني، فما بحبش اقول فيها كتير يعني، هي حاجه ربنا اراد ان احنا نشوفها، وندعي له بالرحمه وندعي له ان ربنا يكون اسكنه في فسيح جناته ونحسبه كذلك ولا نزكى الله ابدا يعني. يا استاذ محمد الاخير، سعاد حسني هل فعلا تزوجت من عبد الحليم حافظ؟ خلاص خلصنا الموضوع ده يا استاذ مفيد. استاذ مفيد بعد ما قلت له استاذ مفيد لو معكش ورقه هرفع عليك قضيه، الحمد لله مع رغده شلهوب في 100 سؤال خلاص قال هم ما اتجوزوش عشان كذا وكذا وكذا، يعني ابتدى يقول ما اتجوزوش بعد 22 سنه هارينا اتجوزوها، ما اتجوزهاش طبعا يعني، دي سندريلا شاشة عربية ايه اللي عيبها لو قال لو كان اتجوزنا كنا هنعلن واحنا اول ناس كنا يعني نفرح بيها، بالعكس مين ما يحب سعاد حسني، هو كان في حب كبير ولكن لم يقلل القدر بالجواز. بس ايه سبب امتناعه من الزواج؟ لا مش امتناع والله، حب اول حب وحبيبته توفت. وسعاد كان حبه ناقصه حاجه يعني، سعاد تقدر تقعد في البيت مثلا الله يرحمها، ما كانتش تقدر تقعد في البيت، عبد الحليم كان مراته اكيد هتقعد في البيت، فهل هتقدر؟ مش كانتش هتقدر، بس حاجات بسيطه جدا، بس كان حب جميل وعفيف وشريف وطاهر، مش زي الناس بتتكلم يقول لك ده سابني وراح يعمل مش عارف ايه وبتاع، ده كلام اهبل وافتراء، وانا لو حاسبته عليه ده رجم بحاجات وحشه ممكن يتسجن، بس انا سايل عيش مال حد كده، لو قررها تاني اكيد هناخد معاه اجراءات قانونيه اكيد. مشكور حضرتك جدا يا استاذ محمد، شكرا، بقى له مره ثانيه.